تقول أنها تتعمد ختم القرآن في قيامها لليل في ليلة الجمعة، ما حكم فعلها؟ تخصيص ليلة الجمعة بختم القرآن لا دليل عليه ولا فضيلة فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص عمل بيوم الجمعة لم يرد به النص، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام، فنهى عن تخصيص الجمعة بعمل صالح لم يرد به دليل، لأن ذلك مفتاح للابتداع. لكن لو أنه قرأ وصارت ختمته ليلة الجمعة مرة ومرة يوم الجمعة ومرة السبت ومرة ليلة أحد، فالأمر في هذا قريب، فليس فيه تخصيص. نعم.